السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلبة، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم أستاذ سيف حسن، تدريسي في كلية المصطفى الجامعة قسم التحليلات المرضية. اليوم عندنا مادة الفسلجة، محاضرة عنوان المحاضرة اليوم هو باكت سيلز لاية المتكدس، والمعروفة اختصارا بشنو؟ بالبي سي في. أول شغلة لازم نعرف هو هذا التيست، التحليل المن نستخدمه، يعني السبب من إجراء هذا التحليل هو لمعرفة هل خلايا الدم الحمراء مرتفعة أو منخفضة أو طبيعية. طبعا لازم نحضر بالبداية موادنا حتى ناخذ العينة من خلال وخز الأصبع، لأن نحتاج إلى كميات دم قليلة، وراح أكيد نحتاج الكحول مالتنا، وراح نحتاج الكابلاري تيوب، ونحتاج مايكرو سنترفيوج، وأكيد إحنا نكون لابسين ماخذين السيفتي مالتنا كاملة. أول خطوة لطريقة إجراء تحليل البي سي في، نثقب الأصبع ونملي 3/4 الكابلاري. أول خطوة نثقب الأصبع ونملي 3/4 الكابلاري. طبعا الكابلاري راح يكون هو البي خطين حمر، لأنه راح يكون محتوي على شنو؟ على مادة مانعة لتخثر الدم. طريق الخطوة الثانية، راح نغلق جهة الكابلاري بواسطة الطين الاصطناعي. بعدها الخطوة الثالثة، راح نروح نضع التيوب مالتنا في جهاز المايكرو سنترفيوج، وراح نوقت التايمر على ال5 دقائق، لأن مثل ما تعرفون جهاز المايكرو سنترفيوج هو مخصص لفصل مكونات الدم، وننتظر 5 دقائق. ما بعد ال5 دقائق نخرج اليوتيوب من المايكرو سنترفيوج، راح تكون منفصلة عندنا مكونات الدم على 3 أجزاء، الجزء الهلامي اللي هو السيرم، وجزء بسيط هو كريات الدم البيضاء، والجزء الأحمر هو كريات الدم الحمر. المسطرة مالتنا إذا تتذكرونها نحن شايفينها بالمختبر مالتنا، وشوفت لكم إياها وقرينا عليها يمكن أكثر من مرة لبعض الجروبات. نجيب نخلي المايكرو العفو نخلي اليوتيوب مالتنا مايكرو يوتيوب على يمين الكابلري على المسطرة، راح نخلي من الجهة العليا اللي هو يكون السيرم، نهاية السيرم إلى الأعلى ونهاية الدم إلى الأسفل، ونقرأ بوين مكان قراءتنا راح يصير بالضبط مكان الفصل، فصل السيرم عن كريات الدم البيض والحمراء، احنا عن كريات من جهة الفصل بالضبط راح نقرأ. هسه لازم ايش نعرف؟ لازم نعرف النسب الطبيعية للتحليل البي سي في مالتنا، ومثل ما قلت لك تختلف في اختلاف المصادر، صاعد زائد او ناقص 2. احنا راح ناخذ الجنرال اللي هو للذكر، راح تكون من 42 الى 50، وبالنسبه للانثى عفوا وبالنسبه للانثى هي من 37 الى 45، وللاطفال من 36 الى 44. يعني من اقرا واشوف النسبه داخل هذه النسب فهي تكون طبيعيه، اعلى واقل راح تسبب لي عندي مشكله يشخصها الطبيب. طبعا مثل ما قلت لكم هو تيست تحليل جدا جدا مهم، وبنفس الوقت بسيط جدا. اكو بعض الاخطاء اللي يستخدموها بعض المختبرين الغايه من عندها لن شويه سريعه، من خلال قيمه البي سي في يطلعون قيمه الاتش بي. طبعا هاي هنا بالحالات الطبيعيه حتعطيني ممكن صح، بس بالحالات المرضيه اذا اعطتني البي سي في قيمه غير طبيعيه من المحتمل جدا ان شنو يعطيني غير النتيجة غير صحيحة وغير دقيقة. اللي يعني ما يحتاج أنا أدخل نفسي بهالإشكالات، أكو طرق المن للبي للاتش بي أروح أستخدمها، بس قلت لكم يستخدموها ليش؟ للسرعة، لأن أنت راح بتيست واحد بتحليل واحد راح تطلع قيم التحليلين اثنين ببروسيجر واحد. وكمعلومة راح أنطيكم إياها، القانون اللي يستخدموه اللي هو ال اتش بي يساوي البي سي في ناقص 2/3. طبعا اكو قسم من عندهم ناقص 1، بغض النظر هو ماكو اي شيء علمي يدل على اليمن
يدل على هذا البروسيجر. اي شيء علمي موجود بس حبيت اذكره لكم للاطلاع. طبعا احنا تعرفون بسبب حظر التجوال وبسبب هالبلاء الله يكفيكم يكفيكم الشر ان شاء الله جميع الانسانيه، احنا راح نلتجئ لهالاسلوب المحاضرات. وانا دائما اقول لكم الفسلجه احتاج شنو نشوفوها مو فقط نظري، فهسه ان شاء الله انتم بس حفظوهن استوعبوهم ان شاء الله نرجع ونلتقي ونشرحهم بشكل تام اذا الله خلانا طيبين وسهل وحفظ الجميع. الله يحفظ.